منتخبنا طبعا اللي عنده النهارده مباراه مهمه جدا امام الراس الاخضر، اكيد كلنا بنتمنى له ان هو يحقق الفوز عشان نتاهل لدور ال 16 وبعد كده يحلها ربنا ونتاهل بغض النظر عن نتائج المنتخبات الثانيه، ونرجع نقول احنا اللي حطينا نفسنا في الوضع ده وبقينا مضطرين نحسب حسابات غيرنا عشان نشوف احنا حالنا واصل لفين او هيوصل بينا لفين. عندنا كلام كتير جدا عن كاس الامم الافريقيه وكمان عن معسكر النادي الاهلي في دوله الامارات العربيه الشقيقه، كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا كابتن ماهر همام احد نجوم النادي الاهلي السابقين. كابتن ماهر صباح الفل عليك ونورنا. صباح الخير يا كريم، اخبار حضرتك والله ايه؟ والله تمام الحمد لله. اكيد مش مرضي ولا طبعا. مرضي واحنا مش واخدين بالنا؟ لا انا مرضي على النادي الاهلي، لكن منتخبنا لسه يعني الرضا بصراحه هيتبني النهارده. طب احنا النادي الاهلي هنجيله لاحقا، لكن تعالى بقى نقف شويه عند المنتخب. وما جاتناش فرصه نلتقي بحضرتك الفتره الاخيره، فبالتالي ما عرفناش رؤيتك ايه للماتشين اللي فاتوا. والله يا كريم عايز اقول لك الرؤيه كانت صعبه قوي في المباراتين اللي فاتوا، اللي احنا حضرنا قبل اللقاء الاولاني بتاع موزمبيق والمباراه الحبيه اللي عملها مستر فيتوريا وشارك اللعيبه، معظم اللعيبه شاركت في هذه المباراه، وبعدين سافرنا الى ساحل عاج عشان نبدا مشوارنا مع كاس الامم الافريقيه، وقعدنا نمهد بنقول يا جماعه الستارت الاولاني ده مهم جدا جدا جدا. بعتنا رسائل من خلال استوديوهاتنا التحليليه والبرامج الرياضيه اللي موجوده في مصر، وقعدنا نتكلم على ان الستارت الاولاني مهم جدا بالنسبه لنا، بيدينا ثقه بشكل كبير، مكسبك في المباراه الاولى بثلاث نقاط بيديلك دافع للمباراه اللي بعديها وهكذا. ف وبعدين كمان يا كريم حاجه غريبه جدا، احنا متوارثين مع الاجيال كلها، حتى اجيالنا احنا لما بتلعب مع خصم مش مصنف يعني الامور بتبقى انا هكسب في اي وقت واخد بالك، وانا اعلى فنيا وتاريخيا حاسس ان الماتش هيكون على قد الايد بالظبط مقدور عليه. وكان مؤشر في البطوله ديت وكل المحللين الاجانب قالوا ان الصغيرين بقاش في صغير وكبير في كاس الامم الافريقيه، بقى لنا يمكن دي المرحله او النسخه الثانيه او الثالثه الصغير بيكبر طبعا. فشفنا المنتخبات النهارده الصغيره كلها احرجت المنتخبات الكبيره صحيح، من بدايه البطوله لو قارنا بين الزمانين برضه كابتن ماهر، يعني انتوا على ايامكم يعني كانت يعني عشان تعرف الخصم اللي هو مجهول بالنسبه لنا بتيجي شرايط فيديو بتشوفوا الماتشات، لكن دلوقتي مع السوشيال ميديا ومع 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 طبعا ما بقاش في حد مجهول. المفروض لما انت داخل بطوله وعارف قبل انها فتره طويله انك هتلعب سين او صاد او عين تقدر تجيب كل الماتيريال بتاعهم، وده اللي حصل فعلا. ان كل مباراه الجهاز الفني عنده التحليل الاداء متخصصين للجزئيه ديت، واكيد مستر فيتوريا شاف اكتر من مباراه لموزمبيق، فكان مهم قوي ان هو يحط الاستراتيجيه يحط التشكيله يحط طريقه اللعب اللي تناسب هذه المباراه. طيب هاخد من كلامك كلمتين واقف عندهم، استراتيجيه وطريقه اللعب، شفتش واحده منهم في الماتشين اللي فاتوا؟ مش موجوده بصراحه. طيب. يعني وما اتعملتش وما اتحضرتش، حتى كمان الدوافع يا كريم، الدوافع اللي احنا يعني من بدايه سياده الرئيس وزيارته للمعسكر المنتخب كان في روح ثانيه خالص، الشباب والرياضه الروح والناس كمان اتكلمت، البلد كلها بظهرهم بالظبط، وال 110 مليون مصري، فكل ده كان في ظهر المنتخب، وهم كمان ردوا علينا وقالوا ان شاء الله باذن الله البدايه بالنسبه لنا هتبقى بدايه قويه، وبعد الدوافع اللي احنا اخذناها ده الرد اللفظي، لكن الرد على الارض ما شفناهوش. لكن سبحان بالمناسبة الله بالمناسبه ما شفناهوش ليه في تقييم حضرتك وفي رؤيتك؟ ايه اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا؟ انا ما شفتهوش لان مهم جدا يا كريم، في عامل وعنصر مهم قوي هو اللي بيدي لك الثقه بيدي لك الانطلاقه اللي احنا بنسميها بلغه الكوره بقى القلب الروح الدوافع الجدعنه، ساعات الحاجات دي. طب واحنا هندور على الدوافع والروح والجدعنه مع لعيبه محترفين سواء داخليا ولا خارجيا ولابسين تيشيرت منتخب مصر؟ ما هو ده بقى الروح بتحضر خلق بالظبط، الواحد بيلبس التيشيرت بالظبط. برافو عليك، زي ما انت بتقول دي مقاومات فعلا بتجيب اللعيب وتدخله في الجزئيه دي. ف لا اتفاجئنا، وبعدين اترمت حته كده، اصل الرطوبه عاليه قوي نسبتها 80%، هنرجع تاني بقى للحاجات القديمه. هو للامانه يعني للامانه احنا كلنا يعني حتى مع انتهاء كل لقاء وشفنا مجموعه لقاءات تم اجراءها مع اللعيبه، التيشيرتات بتتعصر عصر. لا باينه باينه، بس في ناس تقول لك ما ده شماعات بقى ودوروا على شماعات. انا شايف فعلا يعني شكل اللعيب طبعا
طبعا كاميرا بتجيب طبعا تحس كده مفرهدين يا عيني مفرهدين طبعا. فلكن عايز اقول ان احنا عشنا في الاجواء دي مع الاهلي ومع الزمالك ومع جميع الفرق اللي بتشارك الرباعي اللي بتشارك في افريقيا، ف مش يعني مش غريبة قوي مش عندنا غريبة الأجواء علينا دي يعني. يعني.